نشوف تصريحات كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني قبل هذه المواجهه، مواجهه كوت ديفوار، ونرجع نكمل كلام. From my point of view, the stats, it's only احنا الارقام بناخدها في الاعتبار وليها اهميه طبعا من كل جانب، ولكن البدايات طبعا بتساعدنا من اجل ان نعطي ارقام، ومنها منها سمعه طيبه للفريق وبتبقى مهمه، ولكن الاهم من الارقام والاحصائيات هي الحاضر. ماشي، المباراه بكره مباراه مهمه بالنسبه لنا بين فريقين مختلفين، السمعه والتاريخ مش هي اللي بتفوز بالمباراه، ولكن اهم حاجه ان يكون اللاعبين مركزين على الوقت الحاضر اللي احنا فيه، وان ندخل المباراه نعطي افضل اداء وافضل شيء من جانب اللاعبين على ان نكون في نهايه المباراه فخورين بانفسنا من هذه المباراه ومن الاداء بتاعنا. I think Salah can correct me that is no doubt that لا يوجد شك في ان الاداء يتحسن مع منتخب مصر من مباراه الى مباراه، وكان الشيء واضح في اخر ثلاث مباريات ادينا منها خطوه الى الامام، وكانت خطوه برضو من اجل الثبات في اسلوب اللعب. بالنسبه لمباراه غدا ان شاء الله نحن جاهزون للمباراه غدا، المدرب يثق في ان اللاعبين كلهم يفكرون في هذا الاتجاه بان نكون الافضل غدا، وكل اللاعبين بلا شك متشوقين ويتمتعون بتركيز خاص من اجل مباراه غدا. سوف يكون ان شاء الله يوم جيد، يوم فرح بالنسبه لنا، سوف نكون اقوياء كذلك مع احترام الخصم غدا اللي هو فريق الكوت ديفوار. هدفنا ان احنا نكون نسعى نكون الافضل غدا ونفوز بالمباراه. يجب أن نقول جميعاً خلف منتخب مصر وكذلك على كل وسائل الاتصال الاجتماعي أن تتكلم باسم من أجل دعم منتخب مصر، فيجب علينا التعامل مع هذه الأمور بحرص كبير جداً. كذلك اللاعبين هنا والجهاز الفني كلنا نعمل جميعاً من أجل الأفضل وتسجيل الأهداف. بالنسبة للمنافسة المدرب كان قال طبعاً المنافسة تعتبر منافسة صعبة عامة في البطولة، وواضح جداً إن ما فيش عدد كبير من الأهداف، وإن في فريق من أفضل فرق أفريقيا قدر إن هو يصعد للدور الثاني بهدف واحد بس سجله. فبالنسبة لذلك علينا أن نعمل جميعا على هذا من أجل تحسين مستوى الأهداف، وكذلك من أجل تحسين مستوى الفريق وتسجيل أهداف أكثر وإسعاد الجميع في مصر. أنا كمدرب لمنتخب مصر بحسب نفسي واحد من المصريين، وعلي أن نعمل جميعا من أجل أن نسعد الشعب المصري وجماهير الكرة.